هنبدأ بخبر الليلة الحقيقة مهم عن جامعة الأزهر التي حققت إنجاز كبير بتقدمها 95 مركز عالمي في تصنيف CWUR الدولي للجامعات لعام 2024. جامعة الأزهر احتلت المركز 1320 من بين 20,000 جامعة على مستوى العالم. طبعا التقدم الملحوظ ده للجامعة الحقيقة بيعود إلى جهود جامعة الأزهر في اتباع سياسات تعليمية وبحثية تتوافق مع معايير التصنيف الدولية، وأيضا اهتمام الجامعة بالنشر الدولي في كبريات الدوريات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لكليات الجامعة ومراكزها البحثية، وكذا دعم الباحثين وتوفير بيئة مناسبة للبحث العلمي. لمزيد من التفاصيل بنسعد الحقيقة أن يكون معنا عبر الهاتف عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث. دكتور محمود، مساء الخير يا فندم. الفل استاذ شريف، ازاي حضرتك؟ ومرحب بيك، مرحب بالسادة المشاهدين في كل مكان وقناة الناس. اهلا وسهلا بحضرتك، اشكرك وتهانينا القلبيه، وسعادتي تكمن مش بس ان انا مذيع في قناه الناس يعني والشركه المتحده، ولكن لان انا ابن الجامعه طبعا، فده شرف عظيم. فانا بهني حضرتك وبهني كل منسوبي جامعه الازهر الشريف على هذا التقدم يعني، وكلنا اذان صاغيه. ما الذي يعني هذا التقدم في التصنيف العالمي دكتور محمود؟ وبس انا عايز اقول حاجه بسيطه بس قبل ما اتكلم على هذا التصنيف. منذ العام 2009 جامعة الأزهر قدمت 24,000 بحث في القطاع العلمي والتطبيقي. هايل. 12,000 بحث منهم في آخر 4 سنوات. يعني 50% كان في آخر 4 سنوات، وده حقيقة يعني دعم كبير جدا من قيادات الأزهر، فضيلة الإمام الأكبر أستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتشجيعه على الجامعة تكون في مكان الرئاسي فيها. برضو لا أنسى تشجيع فضيلة وكيل الأزهر الأستاذ دكتور الدويني، وجهود رئيس الجامعة السابق الأستاذ دكتور محمد المحرصاوي، ورئيس الجامعة الحالي الأستاذ دكتور سلامة داود، وجهود أبناء الأزهر المخلصين في سواء كان في مكتب التميز الدولي أو مسؤول التصنيف أو كليات العلمية والتطبيقية، اللي بصراحة يعني عايز اقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح. وحقيقه انا بفخر بكل الجامعات المصريه ومدى التقدم الملحوظ في كل الجامعات، ليس فقط جامعه الازهر، ولكن دي حاجه تشرفني كمصري. صحيح. انتمي الى هذا البلد العريق، ان هو ياخذ مكانه ووضعه الحقيقي بين الجامعات، وان كان احيانا الجامعات المصريه مظلومه شويه في التصنيفات، نظرا لاني جزء كبير جدا على سبيل المثال جامعه الازهر في القطاع الشرعي والعربي 60% من إنتاجها باللغة العربية. صحيح. ويمكن في خبر كويس إن المجلات بتاعتنا إن شاء الله هتكون على قاعدة بيانات سكوبس باللغة العربية إن شاء الله. عظيم. اللي حضرتك طرحته الحقيقة بيشير إلى إنه في فلسفة جديدة في جامعة الأزهر، لأنه فكرة النشر الدولي باللغة الإنجليزية في الكليات العلمية الموجودة بتتطلب الحقيقة باحثين على مستوى مختلف. هل الجامعة بتدعم هؤلاء الباحثين في عملية النشر، أو بتشترط مثلا لعملية الترقية فكرة النشر دولي في مجلات معتبرة دكتور محمود؟ لو حضرتك على مجال الترقيات، الحمد لله طبعا ده من الحاجات اللائحة الجديدة اللي هي موجودة بتدعم ده. التاني حاجة، لو احنا اكتفينا بس بالترقيات، لا طبعا ما كناش هنبقى في المكان اللي احنا موجودين فيه. صحيح. لا، الجامعه بتدعم تماما، ويمكن مكافآت النشر وصلت حتى الان حوالي 12 مليون جنيه، وده بقول لحضرتك ده قرار جريء جدا من الجامعه، لدرجه ان برضه اللي في تشجيع خاص للي بينشر في مجلات ذات تقييم عالي في نيتشر في ساينس. والحمد لله احنا التصنيفات العالميه الاخرى اللي هي المربوقه زي تصنيف شنغهاي وسكوبس والتايم، كل التصنيفات الخمسه المرموقه العالميين جامعه الازهر موجوده فيهم وبقوه، ويمكن ان شاء الله تحمل الايام القادمه اخبار ممتازه لجامعه الازهر في ناحيه التصنيفات، في تصنيفات كبيره جدا ان شاء الله. جامعه الازهر ان شاء الله مركزها كل عام بيتقدم، وانا زي ما قلت لحضرتك فخور بفريق العمل القائم على التصنيفات، وفخور جدا بأبناء الأزهر في كل المجالات اللي هي موجودة. كل التهنئة، كل التوفيق، شاكر فضل حضرتك، وشكرا جزيلا على هذه المكالمة دكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.